السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تبقوا في صحة وسعادة وهنا العمر كله. طبعا احنا قلنا ايه، هنعمل الكمبوت وهنعمل عصير الخوخ وهنحفظ كمان الخوخ. حلو، عصير زي بتاع بره بالملي، بجد حاجة حلوة يعني، ما شاء الله موفرة وفي نفس الوقت مغذية. بس العصير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشرف خلق الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بص العصير، بص الله اكبر ما شاء الله، بص القطع فيه جميله ازاي، بصي بص القطع، قطع اهي، انت بتحطي له سكر برضو تاني، بصي جميل عصير في منتهى. بص القطع زي اللي انت بتشتريه من بره اللي هو اسمه رانين، بيبقى فيه زي كده قطع، بس ده انت حاجة انت عاملاها في البيت موفرة وجميلة وفي نفس الوقت حاجة طبيعية. بصي بقى لما تعملي كوباية زي دي كده لولادك ما شاء الله، بس قطع في منتهى الجمال، بصي قطع صغيرة الله اكبر جميلة، بصي جميل وطالع حلو زي السكر، بصي ولونه فاتح، بص عشان السر اللي احنا حطيناه، اللي عايز يعرف السر ايه يخش الحلقات ويعرف السر اللي احنا حطيناه وادتنا اللون ده الجميل ازاي. بصي الله اكبر، ادي اول كوبايه وادي الثانيه ما شاء الله، بصي قطع صغيره وجميله وليه وش جميل جدا، الله اكبر جميل، بصي بص القطعه حلوه ازاي اهو، بتعملي كده. ده بيتباع بره وبيتباع غالي جدا، معرفش بقى بكام دلوقتي، بس صدقيني انت هتعمليه في البيت اوفر ولولادك حاجة جميلة. بص القطع، بتعملي قطع صغيرة يعني، تعمليش اي حاجة، بتحطي كام واحدة في الخلاط وعليهم سكر، بصي واللهم صل على النبي، عليهم شوية عصير من اللي احنا عملناه بتاع الكمبوت بس، وتقومي ايه ضربة ضربة حلو. انا صفيته وبتصفيه تكون مصفة ضيقة كده عشان ايه يطلع جميل كده ويطلع زي بتاع بره بس، وبتجيبي بقى ايه القطعة زي ما قلتلك كده من غير قشر، بقى تقشريها زي ما وريتك وبتاخديها تقطعيها حتت مربعات صغيرة، بصي حتت صغنططة، بصي منتهى الجمال، احلى من المانجا والله، بصي جميلة، بس القطع حلوة ازاي بس، وبألف هنا وشفا يا رب للي ياكل دايما. ده كده ايه العصير الحلو بتاعنا. نيجي بقى، بصي احنا قلنا برضو ايه هنفرزه، كل اللي انا عملته جبت كيس وحطيت كام واحدة من الخوخ اللي انا سلقته مع المية بتاعت السلق، بص لونه جميل ازاي، بص اللون احمر وجميل، بص بس تعمليش اي حاجة انت بقى، ده بتشيليه في الفريزر وما بياخدش مكان، بتطلعي منه الهواء، بصي اهو مش بياخد اي مكان، بصي ازاي متهوي وحلو ازاي، عشان انا خرجت الهواء منه، بتحطيه في الفريزر ولما يجيلك ضيوف ولا حاجه بتطلعي كيس زي ده بس كده، ما فيش اي حاجه، طلعي كيس وتحطي طبعا ميه ساقعه عليه ومثلا سكر، بس بتطلعي واحده منه برضو على جنب لان انا ما قطعتوش، انا سبته زي ما هو برضو سليم هنا، بتقطعي واحده تقشريها وتقطعيها قطع صغيره بحيث لما تيجي تعملي العصير تحطيه زي ما احنا ايه عملنا القطع في الكوبايات بس، بصي في منتهى الجمال، اللهم صل على النبي، حاجه جميله وزي الفل، بصي اللون كمان جميل ازاي، حاجه جميله انت عاملاها في البيت وموفره وزي السكر. وادي العصير بتاعنا الحلو الجميل، خليهم كده عشان ايه يبان الكمبوت، عايزه تعملي كمبوت برضو مفيش اي مشكله، كل اللي هتعمليه حطيه في برطمان وعليه شويه سكر وتقفليه قفله حلوه وتسيبيه بقى براحته ايه في التلاجه بس، مش بتعملي اي حاجه. ده العصير بتاعنا الحلو،
بدل ما تشتري ازايز عصير، لا الحاجه بتبقى حلوه عندك متوفره وبتعمليها وسهله وبسيطه وما خدناش وقت، عملناه على طول. بجد حاجه حلوه، احلى حاجه ان انت تعملي الحاجه في البيت بتبقى موفره وجميله، ويا رب دايما كل حاجتكم تبقى في بيتكم وتبقى سهله وبسيطه بالنسبه لكم. ويا ريت تعملوا لايكات عشان انتوا كده ما بقيتوش تعملوا لايكات كتير. اللايكات ده مش بتاخدوا يعني مش بتدفعوا فلوس عليه ولا حاجه، هو بس ان انتوا يعني بتشجعوني ان انا اعمل لكم حاجه عفوا، وان انا كل مره اقدم لكم حاجه جديده. اللايك ده بيشجعني انا، يعني حاولوا تعملوا لايكات زي ما بتتفرجوا كده وبتشوفوا الحاجه عجبتكم اعملوا لايك، دوسوا بس على اللايك بس مش اكتر من كده. ده حاجه بتشجعني وتخليني ان انا اعمل اكتر باذن الله. ان شاء الله يا رب دايما اشوفكم على خير واشوفكم في كل جديد. اقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.